بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الحمد لله والشكر، ثلاث نقاط مهمة جدا. هذا فضل من رب العالمين، وأيضا فضل الجمهور اللي آزرنا المباراة كلها. عندهم ثقة بلاعبيهم أنه يقدمون لآخر دقيقة، فالحمد لله والشكر. اليوم توجنا المستوى والمجهود في سبيل تحقيق الثلاث نقاط، والحمد لله والشكر حققنا ثلاث نقاط. لكن القادم راح يكون أصعب، عندنا منافسة شرسة لتحقيق اللقب، وان شاء الله ما نبخل باي جهد في سبيل تحقيق اللقب ان شاء الله. القادمه امام مدربكم السابق شنو تعني لك؟ والله اكيد كابتن احمد عشنا وياه ايام جميله، مدرب مميز، نتمنى له ان شاء الله التوفيق. اكيد مباراه مهمه، فريق الطلبه من الفرق الجماهيريه المميزه، نتمنى انه نقدم بها مستوى ونحقق ثلاث نقاط ان شاء الله.